من خلال متابعتك، كيف تقيم واقع المعلم العربي في السنوات الأخيرة؟ طبعا بحكم أني أقوم بدورات تدريبية لتطوير وإعداد المعلمين، قدمت دوراتي هذه في كثير من الدول العربية، قدمتها في الخليج العربي، قدمتها في شمال أفريقيا، قدمتها في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية قصدي. المعلم في الوطن العربي حقيقة يعني متشابه، ما نبغاش نقوله متساوي 100%، ولكن هو يعني متشابه نفس الحال، يعني قريب من بعض. يعاني المعلم من عدة مشاكل، يعاني من التحقير، يعاني من الوضع المادي أو الاقتصادي السيء، تجد مرتبات بعض المهن عالي جدا مقارنة بمرتب المعلم، تجد المعلم ما عندهش هذيك القيمة الكبيرة في المجتمع. فالوضع بصفة عامة متدني، ليس في ليبيا فقط، هو بصفة عامة متدني. يعني إذن هم متشابهون من حيث النظرة الدنية للمعلمين، لكن من حيث الإمكانيات هل المعلمون الآن متساوون في دول العالم العربي؟ إذا ما قارنا مثلا معلمينا الآن في بلادنا وبين بعض الدول التي ربما إلى حد ما متقدمة، دول الخليج مثلا، على سبيل المثال ممكن نتكلم على المعلم في دول الخليج. أعطيت دورات في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي البحرين، الحقيقة في اهتمام كبير شوية وواضح وملحوظ في دول الخليج. يعني معظم الوسائل التعليمية الحديثة اللي موجودة في أمريكا وفي كندا موجودة في الخليج، الفصل الدراسي مهيئ للعملية التعليمية بشكل رائع، تجد التكييف، تجد الإضاءة، تجد التهوية، تجد الكرسي المريح، تجد الصبورة الحديثة، تجد الانترنت، تجد الكمبيوتر، تجد يعني كل الوسائل اللي يجب على المعلم أن يتحصل عليها، كل الوسائل اللي هي يعني تساعد على إنجاح العملية التعليمية موجودة. إحنا في ليبيا الآن حقيقة بدأنا، أنا عملت دورات مع مصلحة المرافق التعليمية في ليبيا ونوجه لها الشكر. أنا لاحظت أنهم هم مهتمين، يعني دعوني أكثر من مرة لتقديم دورات لهم، ومريت على بعض المدارس، فيه بعض الاهتمام أو شيء من الاهتمام الجيد، ولكن طبعا الاهتمام سوف لن يكون يعني تغيير مفاجئ في خلال يوم أو يومين أو طبعاً شهر أو حتى سنة، ولكن البذرة موجودة والبداية انطلقت. فنتمنى ونقول إن شاء الله تستمر هذه حتى في السنوات القادمة، يكون المعلم متحصل على كل ما يحتاجه لنجاح العملية التعليمية. إذن